سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركة الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. اليوم كاينه وصفه لا كيكه لا حلويات. جيت حنعطيكم بعض المعلومات، بعض المعلومات على الفرينه الكامله، لا فارين كومبليت. بزاف وصفات تاع المخبوزات والمعجنات والحلويات نخدموها بلا فارين كومبليت لاصحاب الريجيم والمصابين بداء السكري والكولون كذلك. الوغ البنات تبعوني مليح، ربما هاد المعلومات تعرفوهم ربما ما تعرفوهمش، لعل وعسى تستفادوا. الوغ بزاف بزاف نشوفهم في سوبيرات، تدخل تحوس لا فارين كومبليت، تروح ديريكتومون تشي لافارين، تصيب مكتوب لافارين كومبليت، ترفدها تخلصها، تجي خارجه دايره في بالها بلي لافارين كومبليت الفرينه القمح الكامله هذه هي. الوغ البنات كي تجو تروحو تشرو لافارين كومبليت، وكاين واحد الرمز، شوفوا الرمز، انا هذا باكي كبير فوالا، هذا هو الرمز، تصيبو دائره حمراء سواء في باكي صغير سواء في باكي كبير، تي 150 تصيبو تي 45 تصيبو تي 55 تصيبو تي 110. واش معناتها هذا الرمز؟ فارينا كومبليت هذه هي. شوفوا البنات انا الباكي كنخدم طلبيات تقطع لي، هاي فارينا الكامله فوالا. كاين عده ليس اشهار، عده ماركات، عده فوالا هذه هي. الوغ نسالوا نفسنا ما هو الفرق ولماذا كاين هاد الارقام، تختلف هاد الارقام بالرغم كامل فيهم لافارين كومبليت. هاد الرقم البنات تي 150 هو المؤشر غلاسيمي للفارينه بكل بساطه، يوري لك نسبه المعادن والبروتينات والالياف الموجوده في فارينه القمح، حيث البنات كلما ازدادت نسبه الالياف والبروتينات عرفوا باللي هاد لافارين كومبليت باللي يعني صحيه 100%. شوفوا هذا الرمز، كل ما يكون عالي هذا الرمز عرفوا باللي الفرينه صحيه 100%، كل ما يكون حابط هذا الرمز عرفوها باللي انها غير صحيه، فيها نسبه السكر عاليه ونسبه المعادن والبروتينات والالياف قليله جدا. الحاجه اللي للاسف نصيبوها بزاف البنات في الاسواق انه نصيبوا فوق هاد لي باكي تاع الفرينه سواء 5 كيلو او 10 كيلو او كيلو، نصيبوا تي 45 نصيبو تي 55 نصيبو تي 65. هادوما الارقام اللي قلت لكم عليهم هي نسبه الالياف والمعادن والبروتينات ناقصه، ونسبه السكر دائما تكون عاليه، يعني لا تصلح لا للريجيم ولا لاصحاب المصابين بداء السكري، عافانا وعافاكم الله ان شاء الله. باغ اكزومبل البنات تي كي تصيبو تي 45 تخدموا بها الحلويات، تي 55 تخدموا بها المعجنات والمملحات. اما الصحيه البنات كيما راكو تشوفوا كي تصيبوا تي 150 وتصيبوا تي 110 هنا تعرفوا باللي ان هاد لافارين كومبليت صحيه 100% ومفيده لجسم الانسان، يعني المصابين بداء السكري واصحاب الرجيم والكولا. وللأمانة البنات كي تصيبوها اللون تاعها مائل للإصفرار عرفوا بلي أنها مليحة أحسن من اللون الأبيض. إن شاء الله البنات هاد المعلومات استفدتم فيها، خاصة انتوما دوك بالك ما عندكمش أهمية، ما تعطيكمش أهمية هاد الأرقام، لكن بالنسبة للمصابين وبداء السكري وأصحاب الرجيم يعني تأثر فيهم بزاف بزاف بزاف، لأنها معلومات قيمة والمؤشر الكلاسيمي للفارينة يعني يلعب دور هام، ماشي داروها شباح ولا ديكور في لي باكي تاع الفارينة. الوغ البنات عطيتكم هاد المعلومات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، باسكو لقيت بزاف ناس ما يعرفوش هاد المؤشر الكلاسيمي سواء في الورشات سواء في السوبيرات. اشريو بارك والله المستعان.
البنات لعجبتكم هاد المعلومات ديروا لايك وابوني للقناة وبكم استمر. استفسروا البنات، استفسروا قبل ما تشوفوا الحاجة، باسكو حاجة صغيرة خاصة لمرض ربي يشافيهم، حاجة صغيرة تأثر عليهم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نحبكم بزاف، نحبكم تعرفوا كامل المعلومات الصغيرة والكبيرة اللي تفيد الصحة ديالكم. سلام.